عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح مع بعض درس جميل جدا من دروس مادة الرياضيات بعنوان طرح عددين. والمفاجأة النهاردة يا اصدقائي هيكون مشرفنا ومنورنا صديقنا الجميل يوسف. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. يلا يا اصدقائي نبدأ مع بعض. عد معايا يا يوسف البالونات اللي هتطلع. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ست. ممتاز يا يوسف، احنا فعلا وكل اصدقائي شايفين قدامنا عندنا ست بالونات. عايزين بقى نعمل ايه يا يوسف وكل اصدقائي؟ نشيل منهم البالونتين اللي لونهم اصفر. احنا ملاحظين ان في بالونات لونها احمر وفي بالونات لونها اصفر، صح؟ صح. طب يا يوسف عايزة بقى نشيل البالونات اللي لونهم اصفر. طب الاول يا يوسف وكل اصدقائي فكروا معانا، احنا عندنا كام بالونة لونها اصفر؟ اتنين. ممتاز يا يوسف، يبقى يلا هنعمل ايه بقى؟ احنا قلنا عددهم كله ست. اشيل منها او اطرح منها يعني علامة ايه يا يوسف؟ نشيل منهم ننقص منهم اتنين. ممتاز يا يوسف، يبقى ستة ناقص يعني طرح ستة ناقص اتنين اللي هي عدد البالونات الصفرة بيساوي كام يا يوسف؟ اهو بص، بنشيل البالونة الصفرة وشلنا البالونة الصفرة التانية، يبقى ستة ناقص اتنين. ستة ناقص اتنين كام يا يوسف؟ اتبقى اربعة. ممتاز يا يوسف، ستة ناقص اتنين بيساوي اربعة. ندخل على لعبة تانية يا اصدقائي. عد معايا يا يوسف كل النجوم اللي بتطلع. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية. ممتاز جدا يا يوسف. كده يا اصدقائي احنا كلنا شايفين ان احنا عندنا 8 نجوم. عايزين بقى نعمل فيهم ايه يا اصدقائي؟ عايزين نشيل النجوم اللي باللون الاخضر او نطرح منهم النجوم اللي باللون الاخضر. عندنا كام نجمة يا ترى؟ كام نجمة يا يوسف لونها اخضر؟ اتنين. ممتاز يا يوسف، اهم نجمة خضرة ونجمة خضرة، يبقى احنا قلنا عددهم كلهم 8، يبقى 8. الطرح اللي هو زي ما صديقنا يوسف قال لنا قبل كده اللي هو الناقص، يبقى 8 ناقص كام؟ 2 اللي انا عايزه اشيلهم اللي هي النجمات الخضراء، يبقى 8 ناقص 2 بتساوي اهو بص، شلنا بنشيل النجمتين يا يوسف. هيتبقى لنا كام يا يوسف؟ عد معايا كده النجوم المتبقيه. 6. شاطر يا يوسف، تعال نعد واحدة واحدة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. ممتاز يا يوسف، زي ما صديقنا يوسف قال لنا 8 نشيل منهم 2 النجمتين الاخضر اللي احنا شلناهم بيساوي 6. ممتاز جدا يا يوسف وممتاز لكل اصدقائنا الحلوين. عندنا تمرين جميل جدا يا اصدقائي، يلا بينا نفكر مع بعض. وردة، عد معايا كده يا يوسف. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة. ممتاز يا يوسف، عندنا 6 وردات. طيب السؤال بيقول لي بقى يا اصدقائي، ستة ناقص اتنين يعني انا عندي وردات لونها احمر، عايزة اشيل الوردات اللي باللون الاحمر من الوردات كلها يا اصدقائي. احنا عارفين الوردات اللي لونها احمر كام وردة يا يوسف؟ اتنين. شاطر يا يوسف، يعني هنقول الوردات كلها اللي هي ستة ناقص الوردات اللي باللون الاحمر اللي هي اتنين، يبقى ستة ناقص اتنين كام يا اصدقائي؟ كله يفكر. قول يا يوسف، ستة ناقص اتنين كام يا يوسف؟
أربعة. ممتاز يا يوسف، ستة ناقص اتنين بيساوي أربعة. أهو يا قصدك شلنا أول وردة حمراء، طرحنا منها وأخدنا أول وردة حمراء وشلنا تاني وردة حمراء، اتبقى لنا ستة ناقص اتنين، اتبقى حتى أربع وردات لونهم أصفر، أربعة. ممتازين يا أصدقائي، سقفة كبيرة ليكم، سقفة كبيرة ليك يا يوسف، وإجابة رائعة. وبكده يا أصدقائي نكون انتهينا من شرح درسنا النهاردة، طرح عددين، مع الوعد بدروس أخرى إن شاء الله. وشكرا ليك يا يوسف. شكرا يا يوسف. مع الوعد بدروس أخرى إن شاء الله، مع نفهم نتعلم ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.